أهلا أهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. وبمناسبة الأعياد وفي غير مناسبة الأعياد لازم تبقى عارف بتاكل إيه وبتاكل إزاي وهتستفيد من الأكل إزاي وهتخس إزاي حواديت وبالذات تخس دي ومعدلات الحرق والفتي اللي بيتقال. علشان نبعد عن الفتي تعال نروح للمتخصص. في حالتنا نرحب كل الترحيب بضيفتنا العزيزة دكتور بسمة يسري، الطبيب البشري بالتغذية العلاجية والمتخصصة في التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والسمنة. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك حضرتك طيبه يا فندم. وحضرتك طيب وبخير. هنبدا بالاسئله اللي ممكن تبدو معتاده، مساله أكل ما بعد رمضان. صح، ما احنا في رمضان في ناس بتحاول تبقى ملتزمة وبيخرجوا خاسين فعلا ويخرج على الأقل وزنه ما زادش زي حالتي، ما خسيتش، كان عندي تارجت 10 كيلو ما حصلش، لكن على الأقل ما زدتش. ودي حاجة، ده إنجاز بجد، ده إنجاز والله. ارفعي معنوياتي كمان والنبي والله. ده إنجاز في حد ذاته. قولي والله. والله. وبنبقى عايزين إنه ما نزيدش تاني، ما نرجعش تاني للعادات الغذائيه بتاعتنا اللي بتزود الوزن وتزود اختزان المياه في الجسم وعدم حرق الدهون و و و. وفي ناس بتيجي تقول طب خلاص يا جماعه اللي حصل حصل، نعمل ايه؟ نبدا من انهي حته فيهم؟ نبدا بان احنا الترانزيشن من صيام لمواعيد اكل مختلفه تماما. هي دي اول غلط، يعني اول حاجه ممكن تحصل ولخبطه ممكن تحصل. بمعنى ان انا متعود مثلا في رمضان اكشولي باكل في مواعيد معينه، بنفطر وناخد نتغدى، يعني نفطر ونسحر وكده، فكل ده في تايم معين. احنا بنعمل حاجه شبيهه لنظام غذائي اسمه الصيام المتقطع. يعني اكشولي احنا ممكن نوصل ان احنا بنتسحر مثلا الساعه 2 او نتسحر ممكن اخرها شويه، فبتلاقي انت بتصوم ساعات معينه وبتاكل خلال ساعات معينه. اوكي، فانت جسمك متعود على تايمنج معين. تيجي بقى خلاص رمضان خلص، فهندخل بقى في مواعيد، نبدا نفطر من اول ما الفجر ياذن من بدري بقى، سواء ناخد نغير مواعيدنا توتالي خالص، فبتقعد تاكل على مدار اليوم. فمن هنا بقى يبدا لخبطه الاكل وتبدا لخبطه بقى اللي هي ممكن واحد يزيد في الوزن او اللخبطه في فاول حاجه لازم ناخد بالنا منها كده مبدئيا، انت جسمك متعود على مواعيد معينه، مش معناه ان انت تاكل برده في نفس المواعيد، بس اتليست احسن حاجه تمشي معاك او تبقى حلو ان احنا نحافظ ان احنا بناكل في مواعيد معينه ونصوم ساعات تانية. اوكي، علشان اقدر بقى اعمل اللي هو نظام الصيام المتقطع ده، ودي كلمه بقت مشهوره جدا. المفروض ان انا امتنع عن الاكل كام ساعه؟ لا، هو الصيام المتقطع ده انواع مختلفه. ماشي. ابتداء من ان انا باكل في خلال 12 ساعه وبصوم 12 ساعه. اوكي، او باكل في خلال يعني مواعيد اكتر، يعني بنصوم مثلا 14 ساعه او تصوم 16 ساعه، وده احسن نوع اثبتت الدراسات يعني اهميته ان هو بناكل 16 ساعه. بنصوم 16 ساعه وبناكل خلال 8 ساعات. طيب ال 16 ساعة دول من ضمنهم ساعات النوم؟ من ضمنهم ساعات النوم بالظبط كده، وخلال ال 16 ساعة دول احنا اكشولي مش بنبقى صايمين خالص توتالي، بيبقى بنشرب مية، بنشرب ينسون، نعناع، شاي أخضر، قرفة، زنجبيل، مشروبات بدون لبن وبدون سكر، مفيش مشكلة. في ناس بتعتقد إنه لو شرب عصير مفيش مشكلة. خلال الصيام؟ خلال الصيام المتقطع ده. ما دي مشكلة، هو العصير ده سواء في الصيام أو غير الصيام أنا مش معاه خالص. وبالذات العصير اللي هو بقى المعلبات، المعلبات اللي فيه سكر او غيره، او حتى العصير الفريش. اكشولي مشكله العصير، احنا علشان نعمل كوبايه عصير برتقال احنا بناخد كام برتقال؟ كتير مش اقل من 4 عشان اكشولي تعمل كوبايه مظبوطه. يعني اقل من دي كمان اللي احنا قدامنا دي. ايوه، فانت بتاخد 4 برتقالات، واكشولي ده بيعمل ايه؟ بيرفع مستوى السكر وبيرفع مستوى الانسولين. أوكي. احنا اول ما بنشرب العصير ليه بقى؟ علشان العصير ده لما بيتعصر احنا كده فقد الالياف، فما بقاش بيشبع، فهيجوعك. انت هتشرب عصير هتجوع بعديه، ما تنفعش يكون حاجه سناك، يعني مش حاجه ما تنفعش معانا ان هي تكون حاجه صحيه ان احنا ناخدها كسناك. فاحنا ناكل الفاكهه ده احسن مليون مره من ان احنا مليانه الياف بتشبع، وكمان هتديك سكر اللي انت محتاجه وبتساعد على الهضم بالظبط كده، لكن وكمان فوائد بقى مختلفه، يعني سواء بقى فيتامينات ومعادن وغيره. بس الفكره لو انت شربت كوبايه العصير انت كده بوظنا الدنيا. طيب العصير ده لو احنا حتى مضطرين ناخده، يعني مثلا ما فيش قدامنا غيره، هيبقى عصير فريش بدون سكر وبدون اي اضافات، ويبقى في فتره الفطار اللي هي خلال الويندو اللي احنا بناكل فيه، مش في خلال فتره اللي احنا بنصوم فيه. يعني خلال فتره في الصيام في 16 ساعه بتوع الصيام لا خليها في 8 ساعات او ال 12. لا، حسب بقى كل واحد حسب مقدرته. يعني هي احسن حاجه الواحد يعملها او يتعود عليها ان هو يبقى داخل بالراحه، يعني كل حاجه بالهدوء، ما تدخلش قوي بقلبي لا ده انا بوظت الدنيا بقى في رمضان والعيد بقى وداخل بقى ايه انا هعمل دايت قاسي
انا هروح ناحيه بقى ان انا اعمل ديتوكس بقى مشروبات اشربها بس وانا ده اللي هيخسس. اكشولي بقى ده مش هو اللي هيخسس. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي هي ايه بتقلقني ان تلاقي ناس كتير تقعد تتكلم اصل في مشروب ينسف الحرق للدهون البطن البطن وحرق للدهون ويخسس إيه 15 كيلو في 10 دقايق. جنزبيل، ليمون، فلفل اسود، حاجات تجيب قرحه في المعده. اه فعلا بيجيب قرحه في المعده. اكشولي يعني الزنجبيل بيتعمل معده. انا مجرد الوصفه بقلق. ايوه بالظبط. ليه؟ وفي الاخر ما بيفيدش باي حاجه. كوبايه الشاي الاخضر اللي احنا بنشربه مثلا، نضرب كحك علبه كحك وبسكوت وبعد كده نقوم نضرب كوبايه شاي اخضر ويبقى هو اللي هيحرق الكحك والبسكوت. خلاص كده. بيحصل ايه بقى؟ علشان يزود الحرق معدل الحد بيزن ميتابوليك ريت بتاعنا 1% بيحتاج تاخد 6 كوبايات شاي اخضر في اليوم. علشان يزود معدل الحرق. هو مش هيحرق، هو ما بيحرقش. هو بس بيزود معدل الحرق. علشان تاخد 6 كوبايات من الشاي الاخضر اكشوال يحصل لنا هبوط، مفيش حد يستحمله ابدا. الهايبوتنشن ده يحصل هايبوتنشن. يا نهار ابيض. فيعني في الاخر المشروبات بقى اللي ماشيه بقى على السوشيال ميديا والناس كلها بتعمل وخس وجرب ده وهتخس 10 كيلو كل ده، لا انا اللي بيغيظني ان بيتقال اشرب المشروب ده الصبح اول ما تصحى. ليه يعني على اشرب ده او على معده فاضي اشرب ميه نار يعني ولا ايوه اللي زي بالظبط الميه بالليمون على الريق. ما هي الميه بالليمون ما دي من خرافات الدايت اكشولي. ما هو ممكن في ناس تتعب فعلا بجد معدتها تتعب بجاسترايتس يجيلها التهاب في المعده بسبب الليمون على الريق. لا طب انت الليمون ده فيه فيتامين سي حلو جدا فيساعد معانا على امتصاص الحديد ومفيد كده كليمون. ممكن يتحط على السلطه، ممكن يتحط على الميه، ممكن يتحط على اي حاجه، بس في اي وقت ملوش اي ما فيش حاجه في الدنيا ولا في اي دراسه قالت ان لازم نشرب ميه بالليمون على الريق الصبح. كل ده اجتهادات، خرافات، خرافات الدايت. حلو. طيب يجي سؤال تاني، هل احنا كلنا زي بعض؟ يعني اللي ينفع ليوسف هينفع لزيد، هينفع لعبيد؟ لا مش هينفع، علشان احنا يعني انواع جسمنا دي بتنقسم لتلاته، يعني اندومورف وميزومورف واكتومورف. الاندومورف دي أيوة. انا هقول لك يعني هقول ما تتوهنيش. ايوه الاندومورف ده هو الجسم اللي هو بيقول لك ايه، انا بتخن من الهواء. اه يعني اي حاجه باكلها بتبان عليا. صح، هو ده الاندومورف. عارفه. اللي هو بيبقى مثلا توزيعه الدهون موجوده في جسمه في منطقه البطن وفي الارداف وكده. فاهمني؟ ده بيحتاج ايه؟ ده بيحتاج نظام غذائي قليل النشويات، يقلل النشويات اللي موجود في النظام بتاعه. حلو. ويعلي البروتين، ياخد بروتين كويس. والدهون بتبقى ليها نسبه معينه. اوكي. فاهمني؟ يجي بقى في واحد تاني يبقى اكتومورف، الاكتومورف ده اللي هو الجسم بتاعه بيبقى يعني الحرق عنده يعني زياده شويه. فاهمني؟ يعني اللي هو بيبقى ده بقى اللي ما بيتخنش مهما ياكل. ده واحد تاني. اخويا كده. اه ياكل ما بيبانش عليه، او ده اللي ما بيبانش عليه، ده بياكل وما بيبانش عليه، هو ده. تمام؟ فده بيحتاج النظام الغذائي بتاعه بيزود نشويات وبيزود بروتين ونسبه الدهون. ويجي بقى الاخر جسم تاني اللي هو الميزومورف، ده اللي هو ماسكولر، بيبقى الجسم فيه عضلات اكتر. فده بيحتاج بقى النظام برده مختلف عن التاني، فكل واحد مختلف عن التاني. يعني انا ما ينفعش نفس الدايت بتاعي يمشي على حضرتك يمشي على حد تاني. فاهمني؟ اكوردنج للحاجه. بس في مبادئ عامه. ايه هي بقى؟ يعني مبادئ عامه، انا لازم اغير عادتي، انا مش هعمل دايت. يعني ما فيش حد في الدنيا ما بطلش يعمل دايت. يعني حضرتك عملت كام دايت في حياتك؟ كم مرة؟ عملت دايت كم مرة؟ أنا؟ يوه ده أنا I lost count. أيوة ما دي كل حد بيقولها الجملة دي، يعني كل الناس بيقول نفس الجملة دي. يعني من كتر ما احنا عملنا دايت، طب ما عملنا لايف ستايل؟ إيه يعني إيه لايف ستايل برضه؟ ما هو لايف ستايل اللايف ستايل ده بيدخلني في حتة التنمية البشرية بقلق منه. لا مش تنمية بشرية، اللايف ستايل بيعتمد على ثلاث محاور. أول حاجة التايمينج اوف ايتنج، الاكل بتاعنا، مواعيد الاكل بتاعتنا. اوكي. تمام؟ تاني حاجه تيجي الكوانتيتي، الكميه. انت جسمك محتاج قد ايه؟ هي دي الفكره. انا باخد قد ايه من احتياجاتي؟ هي دي الفكره. تيجي بقى تالت حاجه الكواليتي، اللي هي نوعيه الاكل اللي انا ممكن العب فيها براحتي. يعني انا ممكن العب يعني مثلا حتى ممكن الخبط، ممكن اكل كحك وبسكوت بس اكلها بمايندفول ايتنج، اخد وانا مركز انا باكل ازاي. فاهمني؟ من الكحك وبسكوت. فاهمني؟ لو انت ظبطت التايمنج المواعيد والكوانتيتي كمية، لو لخبطت حتى في الكواليتي نوع الأكل نفسه مش هتزيد في الوزن. يعني المواعيد تفرق؟ المواعيد تفرق. لو يعني انت في حياتنا يومنا بيبدأ بإيه؟ يعني احنا مثلا يومنا بنبدأ من الساعة كام؟ الصبح من 10 صباح. بالظبط. أول وجبة بتاكلها على الساعة كام؟ أنا يوسف لا باكل بالليل، يعني ممكن أقعد طول اليوم فعلا ما باكلش. طيب بناخد حاجه فيها لبن او سكر او ولا الدموع؟ طيب قهوة. ما هي دي الفكره. احنا بقى معانا ينفع لو انا كده على نفس اللي انا فيه ممكن اعمل صيام متقطع. انا كده صايم.
صوم عادي، اعمل بس نشرب مشروبات ميه بقى وحاجات ثانيه. اه ميه وقهوه طول اليوم. قهوة باكل بس الساعه 12 بالليل، من غير سكر او من غير لبن بالظبط كده. لا مش قوي يعني، ده كده ده كده وجبه واحده. ده حاجه اسمها اوماد، ده نوع من انواع الصيام المتقطع، اوحش انواع الصيام المتقطع. ليه بقى؟ ده انا بضرب وجبه قد الترابيزه. ما هي دي الفكره، ما بنشبعش ميت من الجوع. وبتبقى عايز تحلي بعديها خلاص، انت السكر بتاعك قوتي. لا لا مش فارقه، بس بتاكل كميه كارب غير طبيعيه فيها اكيد، نشويات. باكل كميات من اي حاجه بقى. يعني بنزل بقى ايه الفك المفترس ده اللي اثبت الدراسات ان هو بيؤدي لامراض. ليه بقى؟ ليتر اون، هي علشان اكشولي انت جسمك مره واحده بيدخل له كميه سكر رش، بيحصل شوجر رش، برهق الكبد وبرهق البنكرياس بالظبط كده. وفي لا قدر الله بيحصل فيه منه ده، حاجات في دراسات اثبتت ان هو بيؤدي للوفاه اصلا. ده فهي بالظبط. لا مش وانت قاعد بعد الشغل بس هو حاجه غير صحيه، يعني اوحش انواع الصيام المتقطع. يعني احنا نعمل صيام متقطع وكل حاجه، يعني ممكن نبدا الويندو من بدري شويه. يعني از لونج از مثلا حتى لو هتاكل الساعه 12 بالليل، بس مش هننام وراها على طول اكيد. لا 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 تمام. يبقى على الساعه مثلا يعني نقص 8 ساعات، يعني نبدا مثلا من الساعه 4 او 5 تبدا تاكل وجبه، حتى تكسر صيامك، مش لازم تاكل اي حاجه بالظبط كده، حتى لو هي تبقى مثلا بيضتين، يعني خليها معتبره حتى الفطار، فاهمني؟ وبعد كده يعني كل واحد حسب النظام بتاعه، حسب نظام يوم وعمل ازاي بالظبط. لكن لو واحد مثلا شغل بيبدا من اول اليوم الصبح، بيصحى من بدري وبيحب الفطار الصبح عادي 8 9، هيفطر 8 9 وياخد سناك على الساعه 12 1، ويتغدى على 4 5، ويتعشى على الساعه 7 8، بس بعد 8 خلاص. كل واحد اكوردنج لليوم بتاعي ايه، فاهمني؟ يعني عشان كده التايمنج ده من الحاجات المهمه. طيب يبقى احنا قلنا التايمنج توقيت والكميات بتاعتي لازم تتظبط بالظبط. يعني اللي هي انت بورشن بتاعتنا، الجسم بتاعنا محتاج قد ايه بروتين. يعني احنا لو احنا في حالتنا الصحيه العاديه ما عندناش مشاكل او كده، بنحتاج من 0.8 اب تو 1 لكل كيلو، فاهمني؟ يعني 1 ايه بقى؟ 1 جرام، 1 جرام لكل كيلو بالظبط كده. يعني احنا سي مثلا لو 70 كيلو، يبقى هناخد 70 جرام بروتين، 65 يعني اللي هو 0.8 اب تو ان انتوا 70 جرام بروتين، فاهمني؟ اوكي يعني 0.8 لواحد. بس اللي هيعمل كده ده على رايك هيبقى بقى فعلا نمط حياه او لايف ستايل، انه لازم يبقى عارف مثلا هو لو 100 جرام بروتين ولا 70 جرام بروتين، يبقى لو كان لحمه هياكل قد ايه، ولو كان بيض هياكل قد ايه، ولو كان فراخ هياكل قد ايه. على فكره الموضوع ده بقى سهل قوي، يعني زي ما احنا بنقعد نعمل سيرش كده على السوشيال ميديا ونجيب حاجات وصفات سهله، اشوف الجدول. ايوه شوف جدول موجود، يعني البيضه الواحده فيها قد ايه جرام بروتين، فيها 7 جرام بروتين. ال 100 جرام فراخ او لحمه او سمك او غيره بيبقى في حدود 23 جرام بروتين، فاهمني؟ الثلاث معالق مثلا من الفول، ثلاث معالق من الجبنه، ده في حدود 7 جرام بروتين. علبه الزبادي في حدود 8، يعني الموضوع مش صعب قوي لو احنا حبينا نفكر، لو احنا حابين نعمل كده فعلا بالظبط كده. ولو احنا عملنا كده هيبقى معانا احسن كتير، ان انت هتبقى عارف تعمل ايه، يعني بتغير في حاجات، فاهمني؟ يعني وبعد كده يعني بتعرف تبدايل نفسها، زي بدل ما احنا نروح للوصفات السهله ونظام لحرق الدهون ومش عارف هينزلك 20 كيلو في 3 ايام وحاجات غريبه فعلا بجد موجوده، ودايت البيض ودايت الموز وحاجات غريبه، تمشي تاكل موز طول الاسبوع بس. طب ايه؟ طب ما انت لما هترجع تاكل اكل عادي هتنزل كل اللي انت خدته، هيجي له انهيار في بتاع النسيج العضلي بالظبط كده. او نجري بقى نشتري ادويه غير طبيعيه على طول على الموجوده على السوشيال ميديا وغيره وغيره، ويجي لنا مشاكل. في ناس بتدخل المستشفى بسبب ادويه غير مجهوله المصدر. طبعا في ادويه بالكتير، هي ادويه تحت السلم دي على قفا من يشيل، او اعشاب بقى وحاجات حركه، ومفيش اي حاجه من الحاجات دي هتفيد، وفي الاخر فعلا ما بتفيدش. لكن الواحد لازم يبقى هو يعني دليل نفسه، عارفه دكتور نفسه، هو يظبط مواعيده. طيب السؤال الذي حير كل الناس اللي عايزه تخس، اكل كارب ولا ما اكلش كارب؟ انا بحب اعمل هوم ورك جدا، قعدت قريت كم قرايات فيها كم تضارب وكلها دراسات، ده بجد بقى. ناس تقول لا الجسم محتاج الكارب علشان خاطر هو محتاج الطاقه بتاعه الكارب، علشان ده هيساعده في بناء العضلات. طيب الطاقه اللي محتاجها العضلات تحديدا. ودراسات تانية تقول اطلاقا انت مش محتاج الكارب، الجسم يقدر يستخلص الطاقه بتاعته من البروتين اللي انت هتاكله. اوكي. فانا واحد من الناس اللي وقعت ما بين شقي الراحه، اكل كارب ولا ما اكلش كارب؟ محتاجين كارب، لازم ناخد كارب. ولو حتى انت عملنا نظام غذائي لو كارب فتره، هترجع لازم تدخل الكارب. واللو كارب ده على فكره اللي هو قليل النشويات، انه ده اللي اثبت دراسات ان هو يعني افيد حاجات صحيه، افيد نظام صحي، فاهمني؟ على المدى البعيد حتى للمينتننس بتاع الويت، يعني لما الناس بتمشي على نظام غذائي لو كارب على فتره طويله، بعد كده بيحافظوا على الوزن بتاعهم
اكتر من اي حد نظام دايت تاني. هي الفكره ان كل واحد حسب جسمه. يعني في ناس مثلا بتحتاج ان احنا ممكن ناخد الكارب ده، على فكره كارب صحي، مش لازم يكون النشويات دي تكون غير صحيه. ايه الكارب الصحي؟ الكارب الصحي ده موجود في الفاكهه، موجود في الخضار، موجود في اللبن، موجود في الزبادي، ده كله فيه كارب على فكره. لكن احنا نقطع ده كله خضار مش بقول، عشان محدش يخش يسف فول وعدس وفاصوليا. بقوليات فيها كومبلكس كارب، نشويات صحيه اللي هي المعقده. هي دي النشويات الصحيه اللي المفروض تكون داخله النظام الغذائي. لكن ما خدش سمبل شوجر هيدخل. لا مش كله، بس الكميه قد ايه هي دي الفرق. يعني في بقى انظمه مختلفه كل واحد حسب جسمه. يعني ممكن ان انا اهم حاجه اعمل كنترول لكميه النشويات اللي انا هاخدها. اوكي. فاهمني؟ لكن ان انا ما ازودش، يعني احنا الطبق بتاعنا نصته 50% منه نشويات، اللي هو داخل فيه خضار وداخل فيه الفاكهه وات ايفر، وكام؟ احنا بنتكلم 30% دهون و20% بروتين، هو ده الطبق الصحي. فاهمني؟ ده علميا صحي. حلو. بس الفكره بقى ان انا ما اروحش بقى اقول لا ده انا هقطع كارب خالص بقى، ما فيش حاجه في الدنيا قد كده. زيرو. علميا غير صحي. جسمك محتاج في ده المصدر الاساسي للطاقه، ده الميه المختزنه ويخليني احرق دهون. ماشي. وبعد كده فين بقى الطاقه وفين الانرجي؟ بروتين بقى، بروتين يخش احرق على طول. ده مش فتره، يعني هي ممكن نمشي على لو كارب دايت، نشيل اللي هو السمبل شوجر طبعا، ده مش بتكلم عليه، اللي هو السكر الصريح اللي هو العيش الفينو والحاجات اللي هي غير صحيه، مش هو ده انا بتكلم عليه. دقيق وسكر في شكله الصريح المفروض الصح ان احنا نقطع الحاجات دي الابيض بالظبط، دي الابيض ده خالص، والسكر كذلك ناخده من الفاكهه او ناخده من الحاجات الصحيه. فاهمني؟ لكن احنا في انواع، يعني البطاطا مثلا من الحاجات النشويات الحلوه اللي ممكن ناخدها ندخلها ده على النظام الغذائي. البطاطس برضو از كومبلكس كارب، نشويات صحيه. لو هناخد ذره دي الفشار، ما هو ده نشويات، هنقدر نمنع كل ده علشان نخس؟ هيبقى حاجه غير صحيه. نجو ناحيه بقى الكيتو دايت وغيره وغيره. لسه كنت اسالك على كيتو دايت وعلى الرجيم طبقا لفصيله الدم. لا ده الرجيم طبقا لفصيله الدم ده كان اولد دايت خالص، قديم خالص، و يعني مش حاجه، يعني مش حاجه معترف بيها قوي ان هي ده اتلغى. يعني حاجه عندنا في الرياضه تمرين الكتف الخلفي دي. كان اولد فاشن بالظبط كده. لكن المشكله بقى الترند في الكيتو دايت، اللي هو الدراسات وعلميا الجايد لاينز بتقول ان احنا نستخدم الكيتو دايت ده في حالات الابيليبسي، الصرع. يعني احنا بنستخدمه فعلا في حالات مع المستشفيات التغذيه العلاجيه، في اي حد مثلا عنده صرع ونوت كنترولد، مش ماشي على ادويه بس مش مظبوطه الادويه، مش ظابطه الادويه معايا برده، محتاج نظام غذائي، فبنعمل له نظام كيتو دايت. ده واثبت دراسات ان هو مفيد وبيعمل فعلا نتائج حلوه جدا، لكن ان هو يبقى فور لايف، يبقى هو حاجه لا، حاجه غير صحيه، ومفيش اي حاجه اثبتت ان احنا نمشي على كيتو دايت. هو دايت غريب برده، ما بفهموش. وهو بيستخدم، اصل هي فكره ان احنا بناخد 70% من اكلنا دهون اكشوالي، و25 منه بقى بروتين وخمسه نشويات، وتبقى بقى الفيزز اللي احنا داخلين فيها مراحل مختلفه. مش معاه خالص ان احنا ناكل اكل صحي متوازن، ده افضل كتير، ونعمل لايف ستايل ده افضل كتير لينا. فاهمني؟ يعني ان احنا نجو ناحيه دايت غريب كده. الفنكوش، يعني بلاش الفنكوش، ان احنا نجو ناحيه الحاجات الوصفات الغريبه وكده، لكن ان احنا نظبط اكلنا. حلو قوي. طيب ناس بتاخد قرار انه يبدا ياخد، احنا كنا بنتكلم عليه عشان احنا اتكلمنا على مجموعه بقى ايه الحبايه السحريه وشغل تحت السلم، وفي حاجات ما هياش شغل تحت السلم. يعني تلاقي مثلا شركات كبيره بتاعه سبلمنتس مشهوره في العالم وعندها حاجات اللي بتتحط ما بين قوسين تحت اسم حارقات الدهون او الفات بيرنرز. اوكي. وفي انواع اخرى من المكملات الغذائيه اللي تبقى انتاج شركات دوائيه معترف بيها في مصر وبره، بتطلع دواء كذا اللي كنا بنتكلم عليه قبل الفاصل او قبل الفقره يعني، ومش عارف لا ده انت تاخد مش عارف زنك جلايتونيت، ما تاخدش اكسيد الزنك. انا هو السبلمنتس ناحيه ما فيش حد ياخد اي مكمل خالص. الناس تنزل تشتري اللي هي عايزاه وتسف. لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده، وما ينفعش ان احنا ناخد اي مكمل غذائي، حتى لو انا يعني مثلا اذا الشعب المصري كله عنده نقص في فيتامين دي مثلا، حاجه ترند طلعت كده ان انت تروح تاخد بقى فيتامين دي لوحدك من غير اي حاجه. لا، في حاجه اسمها تحاليل، لازم ان احنا نعمل تحاليل. لو انا عندي نقص في حاجه معينه هاخدها. عندك نقص في فيتامين دي اقعد في البلكونه. هنقعد في البلكونه او هناخد ما هو نقعد في البلكونه، بس ساعات بنحتاج سبلمنت فعلا بناخد مكمل. لكن عندك نقص في كالسيوم هتاخد كالسيوم، ما عندكش بقى ان بتوين اي نقص في حاجه زي دي اكشولي ما ناخدش اي حاجه، ما ناخدش لوحدنا. اللي بيحصل ان احنا بنتفرج على فيديو على تيك توك ولا على يوتيوب ولا على فيسبوك ويقول لي خد مش عارف كذا، وده هتلاقيه في الصيدليه ب 15 جنيه بس. هننزل ناخده هو ده بالظبط، علشان ايه؟ مكسلين ان احنا نعمل الخطوات الاساسيه، وفعلا ده لوحده ما بينجحش.
وحتى لو هيقول لي مثلا اخدت فات بيرنر اللي هو غير معترف بيه بمنظمه الغذاء والدواء. أيوة. ما هي دي لازم الحاجه تبقى اف دي اي ابروفد علشان انا اخدها، دي ما بيبقاش معترف بيه اصلا ومش موجود في الجايد لاينز ان احنا ناخد فات بيرنر. هل في حاجه بتقول ان الفات بيرنر ممكن يخسس من غير ما تبقى عامل زي ما حضرتك قلتي لايف ستايل ونظام للاكل؟ ما فيش حاجه. يعني اقعد اسف فات بيرنر على قد ما اسف برضو وزنك مش هيقل؟ بالظبط كده. لو اتحرك هيبقى تحرك طفيف يعني. بالظبط. ولو اتحرك الادويه دائما بتشتغل على جزئين، يعني فكره ان الواحد هو يعني سايكولوجيكلي في ناس عايزه تاخد دواء مش هتخس انا لازم اخد دواء، يعني دي مقتنعين 100%، مع ان لو هو الدواء حتى لو هم اخدوا حاجه مثلا ملهاش اي لازمه بتلاقوا يخسوا، لو خسوا هيبقى بسبب النظام اللي هم ماشيين عليه او اللايف ستايل اللي هم فيه. في حاجات ابروفد باي اف دي اي، كام دواء يتعدوا على الصوابع، بس ده قصتهم بيحتاج تحاليل معينه وبيحتاج ان الواحد يبقى فعلا حالته محتاجه ده، مش ان انا اخده لوحدي. لكن ان انا اخد دواء كده لوحدي من غير اي حاجه ده حاجه غير صحيه خالص، وبتأدي المشاكل بقى سواء في الكلى في الكبد، بتعمل مشاكل جدا كتيره جدا، وبعد كده يبقى يقول لي الحرق بتاعنا باظ بسبب الادويه اللي احنا اخذناها اكشن، عشان تعودت جسمك على انه بيحاول يحقق بعوامل مساعده. بالظبط كده. وعلى حاجات ما لهاش اي لازمه ما كانتش، وكان ممكن نخس عادي من غير اي حاجه، فاهمني؟ لكن اللايف ستايل نفسه موديفيكيشن هو اهم حاجه، ان احنا نظبط اكلنا. بنشرب ميه قد ايه؟ هل شرب الميه يساعد على الحرق؟ يساعد على الحرق طبعا. وشرب الميه ده مهم لكل حاجه في الجسم، في كل خليه في الجسم، ابتداء من عينينا، كل حاجه هنا، كل حاجه، الجهاز الهضمي، الجهاز البولي، كل حاجه في الدنيا مهم ليها الميه، علشان احنا اصلا اكشولي جسمنا بيتكون من اكتر يعني نسبه معينه هي ميه. فاهمني؟ فهي الميه لازم الواحد ياخد ميه. ناخد ميه قد ايه بقى؟ ايوه هي دي الفكره. يعني احنا المفروض نحسب. أيوة. ليها حسبه، يعني ان انا بنضرب كام؟ 30 مللي لكل كيلو. 30 مللي لكل كيلو، يعني احنا 10 كيلو ب 3 ايه ده؟ 300 مللي. يعني لو قد 100 كيلو ب 3 لتر. بالظبط كده 3 لتر. مش انا يعني انا مثلا ما اشربش ميه زي حضرتك، ما حدش غيرنا ما يشرب، كل واحد حسب وزنه. لا مش قصدي، لا مش قصدي اخد على خاطري. لا لا انا قصدي حسب كل واحد. انا 98. لا انا على بلاطه كده انا 98. ده اعتراف. ده كنت ايه دايما مركز مع رقم 100 يعني انا بقى. لا هي الفكره ان انا ده المينيموم ريكويرمنت واب تو ماكسيمم، يعني من اقل حاجه ناخد 30 مللي كل كيلو. تمام. يعني لو 70 كيلو انا اتكلم مثلا في 2 لتر و100 مللي 2 لتر هتشربه، يبقى انت لازم تخلص دول على مدار اليوم. تمام. لا اعلى حاجه ان احنا ممكن نوصلها، ممكن بقى نوصل ل 40 مللي كل كيلو. يعني معنى في ناس بقى بتخش دخلات ايه، اشرب 5 لتر ميه، دي حاجه تعمل اوسموزس، تعمل مصيبه. وغير كده احنا لو بنشرب لو ممكن الواحد يموت فيها، الواحد بيمسك الازازه ما ينزلهاش الا هي خلصان. انت كده استفدت؟ ده سؤال بقى. علشان انا اعرف ناس والله العظيم يمسك الازازه لكن انا بشرب ميه اهو، ودرب درب 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 درب، وبعدين يدخل التويلت خلاص انتهى الموضوع، انتهى. اكشولي هو في كميه معينه المثانه البوليه بتاعتنا بتستحمل، اللي هو 500 مللي، اكتر من كده لازم هتفضيها. فين الاستفاده؟ الصح ان احنا نشرب على مدار اليوم، يعني كل ساعه من اول ما الواحد يصحى يشرب كوبايه 200 مللي، هيبقى حلو أول جدا. ما صح. من اول ما تصحى يعني، عشان خلص. عشان نقسمها. فاهمني؟ في بقى دلوقتي ابلكيشنز كتير على الموبايل كده الواحد ممكن ينزلها، بتقعد ترن كل شويه يشرب ميه يشرب ميه. هي في ناس بتقفلها، هي ناس بتقفلها. بصراحه ده ازعاج قوي. بس يعني اني واي في ممكن نشرب مثلا كوبايه كل ساعه على مدار كل ساعه، هنخلص كميه كبيره جدا. هل إذا رحت للدكتور وقال لي اعمل التحاليل الفلانية فطلع عندي ديفيشنسي أو نقص في مجموعة معينة من الفيتامينات وأبدأ أخدها، هل لما باخدها ده بيساعدني فعلا على أنه الجسم معدل الحرق بتاعه يزيد؟ لأن الناس بتفهم غلط، الناس فاهمة أنه الحاجات دي بتحرق. لا هي بترفع معدل، بترفع اي امبالانس داخل الجسم بتاعنا، يعني خلل او عدم توازن في اي حاجه في فيتامينات او معادن، بيأثر على الحرق بتاعنا وبيأثر على النزول، عشان الجسم بتاعنا مش في طبيعته، فاهمني؟ على البروس، على العمليات اللي ممكن تتم. ما هو الفيتامينات والمعادن دي بتساعد في العمليات اللي طبعًا. منها عمليه الحرق. صح. الميتابوليزم. فمثلا اثبت دراسات نقص فيتامين دي بيؤثر على الحرق. اوكي. فاهمني؟ يعني في بقى يعني حسب اي امبالانس، واحد مثلا عنده انيميا والسيروم فيريتين الحديد بتاعه قليل، هو برضه هيأثر على الحرق.
مش هتحصل البروسيس طبيعيه. يعني نقص الفيريتين كمان ياثر على الحرق؟ بيأثر على الحرق. انا كنت متصور ان هو بس بيخلي مفيش تركيز مفيش انتباه، دي تنفس دوخه مستمره، ليه اعراض الانيميا المستمره بالضبط يعني. بتاثر على الحرق فاهمني، يعني في حسب اي خلل او اي امبالانس داخل الجسم الصح ان احنا نكوركتد نصلحه، بعد كده نبدا نجوب بقى ناحيه ان احنا ننزل بقى في الوزن او نظبط كده، ويفرق معانا كتير. طب انا يمكن لاحظت حاجه برضه صححيني فيها، بحاول قدر الامكان زي ما كنت بقول لحضرتك اقعد اقرا كده، فانا لاحظت انه هو كل الفيتامينات تقريبا لازمه للجسم وكلها بشكل او باخر بتساعد في عمليه الحرق. حرق الدهون بالزبط. وتكوين الانسجه العضليه الى اخره، يعني مفيش حاجه ينفع بالظبط هو كده. سبحان الله، بس دائما يعني في فيتامينات الجسم بتاعنا بيقدر ينتجها او كده، او بنحصل عليها من الاكل او بنحصل عليها من الحاجات دي، وفي فيتامينات تانية بيبقى صعب، بيبقى يعني مثلا فيتامين د ده مثلا لازم نحصل عليه عن طريق الشمس، ده افضل حاجه. اه طبعا فاهمني، حتى لو قعدنا ناكل بقى سلمون وناكل مكاريل وناكل، عشان دي فيها نسبه زيوت نباتيه وفيها نسبه فيتامين د ومنتجات البان وغيره، دي فيها فيتامين د، بس النسبه قليله جدا، مش هو ده اللي هيصلح الفيتامين د. فيتامين د اللي نصلحه لو هو فيه مشكله مثلا بيبقى عن طريق الشمس، ان احنا مثلا نقعد ربع لثلث ساعه ثلاث مرات في الاسبوع في الشمس، او وان احنا نصلح بقى لو هو الدكتور كاتب لنا اي سبلمنت او كده. حلو، اسئله العيد المشهوره عشان تبقى دي الختام. الناس بتيجي على العيد وتروح داخله بقى دخله الفسيخ والرنجه، ده شق، ده الغدا. الفطار دخلت سكريات ولا حرج. وفي ناس بيعملوا حاجه غريبه بياكلوا كشري، ما اعرفش في الفطار. ايوه شباب لازم لازم يدمر حياته يعني. أيوة انا خلصت رمضان اديها بقى ايه حموضه قدر الامكان. بالظبط. طب ننصح الناس بايه يعني، ايه ايام العيد الثلاث اربع ايام بتوع العيد دول ازاي يعرف ياهل جسمه علشان يتعامل بعد كده الجسم بشكل عادي ويقدر ياكل بشكل سليم ومنتظم الى اخره، لان انا بحس ان دي صدمات. صدمات، ما هي فعلا ابتداء من تغيير المعاد، احنا خلاص بقى خلنا في مواعيد ثانيه، فبنبدا نفطر بقى، نبدا من الصبح نفطر عادي بقى وناكل كحك وبسكوت، ناكل كحك وبسكوت على الفطار، ده اول حاجه غلط. غلط غلط، يعني هنفطر وبعد كده ناخد بقى الكحك والبسكوت، ما عنديش مشكله. نفطر يعني جبنه وبيض، نفطر يعني ساندوتش وات ايفر، او هتفطر اي حاجه فول بيض جبنه عادي من الموجود، وبعد كده ناخد بقى كحك وبسكوت. هناخد هتقدر واحده هنقعد نقول بقى ان الواحده فيها 90 سعر حراري وكتب، مش هيفيد ده خالص. هناكل كده خدها فهناكلها ازاي؟ يعني ناخدها بعد وجبه كامله. أوكي. دائما اي حلويات او كحك او بسكوت او غيره يتاخد في خلال ساعه بعد وجبه. اوكي. تكون شبعان، فمش هنقدر ناخد كميه كبيره، وفي نفس الوقت مش هنرفع مستوى الانسولين او السكر جامد. حلو. هيبقى في بعد وجبه، ما يعني ما افطرش. الغلط الاساسي ان انا اقوم واخد فما اديش فرصه لنفسي ان انا اقعد اخش بقى ايه؟ كوبايه شاي بلبن بقى وانزل بقى كحك وبسكوت اخلص العلبه، مش هتقدر تعمل كنترول. صح. غير ان ما تاخد بعد وجبه، خد واحده بسكوت ولا اتنين وبتاع ده ويعني كحك وبسكوت واحده واحده هتقدر تشبع، ده اول حاجه. حلو. طيب لو هناكل بقى رنجه ما عنديش مشكلة، بس نزود السلطة. أيوة. ونقلل العيش. أيوة صح. يعني لو نقدر نستغنى عنه ده يبقى أحسن، عشان احنا اوريدي واكلين الصبح، ما احنا واكلين كحك وبسكوت في كميه رنجه بالشوكه برضو. طيب خلاص، نص رغيف حلو قوي. ماشي، يعني هنحاول. نص رغيف بلدي حلو قوي، تمام. وهناكل معاه الرنجه، تمام، وهنزود السلطه. خضروات بقى، وخضره على قد ما نقدر، ونشرب ميه كويس. تمام. حلو. يعني هي دي، ونعدي بقى الليله بقى العشاء، مش لازم نتعشى بقى، يعني ناخد مثلا علبه زبادي حاجه كده، ما ناكلش بقى وجبه ثانيه يعني في اليوم. اللي هو برضه ما نخشش بالليل بقى ايه دخلت انك ميت وهم ميتين. نكمل بقى اليوم خالص باظ. لا، هو دائما بيجي الغلط ان لا انا خلاص بوظت النهارده فانا هكمل. لا، انت لو كملت هتزيد، مع ان لو انت لو عديت الليله كده وخلاص على قد كده وقفت مش هتزيد، ربنا يعديها على خير يعني. ربنا يسترها يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتوره. وحضرتك طيبه. نورتينا وشرفتينا، وعيد سعيد علينا جميعا يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه. تخيلي يا اخي بقى انت تهتم بتعمل صيانه عربيتك وما بتخافش على نفسك، يعني صيانتك انت بقى اجهزتك الحيويه دي، ما تخليش حاجه تضرب يعني، زي صيانه العربيه. اي حد فينا مش عارف يقول لك ايه، انا مش عمري ما هستنى لحد ما الترومبه تضرب، انا بعمل الصيانه اول باول. بنيجي على اجسادنا، اجسامنا احنا بقى دي، وبنستنى عليها لحد ما تضرب. مستغرب ليه؟ على كل، خلوني اشكر جدا 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 الدكتور بسمه يسري، طبيب البشري المتخصص في التغذيه العلاجيه وعضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه السريريه والسمنه، واستنونا بعد الفاصل.
سائلني بالعنوانني ما تقول من شغلك عني يا شغلني بالعنوانني ما تقول من شغلك عني قل الصراحة يا بعين جراحة ولا انت ناوي تجنني يا شاغلني بالعنوانني ما تقولي من شغلك عني يا شاغلني بالعنوانني ما تقولي من شغلك عني قل الصراحة يا بعين جراحة ولا انت ناوي تجنني تحرمنا منك ليه هو احنا لسه تهنينا تحرمنا منك ليه هو احنا لسه تهنينا وفي الليالي زمان دي زمان دا كنا البعضينا دي زمان دا كنا البعضينا يا حرمنا عفوك وحنانك سيبني بعدك أتعذب يا حرمنا عفوك وحنانك وسيبني بعدك أتعذب تحلف لي أصدق حلفانك أشوف أحوالك أستعجب أشوف أحوالك أحوالك أستعجب طاير عالحلوة من الضفاير قلبي من الفرحة طاير عالحلوة من الضفاير على وشيها البشاير على وشيها البشاير قلبي من الفرحة طاير الدم يبقى مية أصعب بين الأسية الدم يبقى مية ده الجبل علي ما تحل علينا يا با ريحة على فين يا بهية يا صحية من الفجرية ريحة على فين يا بهية يا صحية من الفجرية ريح العاصمة الإدارية أم شوارع بنون ريحة على فين يا بهية يا صحية من الفجرية ريحة على فين يا بهية يا صحية من الفجرية ريح العاصمة الإدارية أم شوارع بنون هنكمل إنجازاتنا ربنا حارس خطواتنا هنكمل إنجازاتنا ربنا حارس خطواتنا والآخر يوم في حياتنا وإحنا في طريق النور Thank you.
خطواتنا هنكمل إنجازاتنا ربنا حارس خطواتنا والآخر يوم في حياتنا وإحنا في طريق النور مسلم ومسيحي بنعيد علوة ربنا شايد مسلم ومسيحي بنعيد علوة ربنا شايد ده وطننا ودمنا واحد بنقل للحب تزور هنكمل إنجازاتنا ربنا حارس خطواتنا هنكمل إنجازاتنا ربنا حارس خطواتنا والآخر يوم في حياتنا وإحنا في طريق النور إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة؟ إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ مساء الجمال حسام طيب أنت طيب بالصحة والسلامة حسام طيبين يا جماعة منورين منورين أنت طيب اتفضل يا ريس بنجاوة مرة تانية أهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الكل. طبعا احنا سمعنا دلوقتي بقى ايه الرئيس محمد البنجاوي ومعاه كل الناس الجميلة مساء الجمال والسعادة والحلويات والكحكة بسكر وكل عام وانتم بخير. ذكر الرئيس محمد عامل ايه الاحوال؟ الحمد لله والله. قول لي بتحب دايما تتعرف بايه؟ يعني الرئيس محمد البنجاوي ولا مطرب الصعيد الرئيس محمد؟ يعني بتحب ايه؟ والله انا محمد البنجاوي وزي ما بتقول الناس في اللي يقول فنان الصعيد وفي اللي يقول الرئيس محمد بس انا انت بتحب ايه؟ والله في كده ساعات كده ايه يعني يقول لك لقب كده ايه هو ده اللي بيعز عليا. والله انا عز محمد الرئيس عبد العالي البنجاوي الله 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 نسبه للوالد يعني الله 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 الله. منين بقى حاج؟ اساسا انا من سوهاج احسن من ناس قريه بنجا مركز طحطا محافظه سوهاج مركز طحطا بلد رفع رفع الطحطاوي ايوه. الحدوته بتاعت المزيكا جت منين؟ الحدوته بتاعت المزيكا دي اساسا احنا العيله كلها كده احنا كلنا اخوات واولاد عم حلو عائلتنا ده موروث شعبي ليه حوالي اكتر يعني اللي نسمعه عنه احنا 150 سنه العيله كلها واحنا شغلتنا ان احنا بنحافظه على التراث حتى تلاقي الالات اللي معايا يعني انا ممكن ادخل الات كهربائيه وأورج ودرامز بس ما استغناش عن ده بس ده اللي معايا الاساسي اللي انا محافظ عليه ممكن انا ادخل على حسب الاوردر اللي انا رايحه بس ده اللي عندنا العظم بتاع الموضوع. تقيسها ازاي؟ يعني انا زي ما قلت لي كده على حسب الاوردر على حسب الحفله على حسب البرنامج بتقيسها ايه؟ على حسب صاحب الاوردر. لا اشرح لك اكتر. يعني مثلا انا رايح مثلا اوردر في فندق في اوتيل او في دار ماشي عارف انا مثلا صاحب الاوردر ده من الصعيدي فلازم ازود معايا المزيكا اللي هي تمشي مع الـ مع الـ مع اللغه اللي يفهمها يعني هو اللي من الصعيد محتاج درامز ماشي محتاج اورج محتاج جيتار بس هو طالب الرئيس محمد البنجاوي والرجاله بتوعه يعني عارف انه هيسمع صعيدي كلام كويس كلون في الفرح ماشي كلام كويس بس انا لازم ادي لازم اراعي عشان انا عارف كل اللي موجودين اذا كان هو لكن انا عايز ارضي كل الناس من صاحب الفرح كل الناس اللي قاعده ليه بالنسبة له كل الناس اللي قاعدة لما هم يبقوا مبسوطين بيا ده مكسب لي أنا لكن صاحب الفرح شافني ودابني لكن يهمني أشتغل أكتر على الموجودين بس أنا عجبني أنه يطلبوا الرئيس محمد في أفراح
هنا في القاهرة يعجبني قوي إن الناس مقبلة على فكرة الفنون بتاعتنا بتاعت الصعيد. والله الحمد لله بفضل الله أنا شغلي في القاهرة واسكندرية أكتر من الصعيد. الحمد لله يعني بفضل الله أكتر من الصعيد. والناس بتبقى قاعدة ومتفاعلة معاك الحمد لله خالص. طب بطبيعة الحال طالما كده هو اللي بيحصل بتلاقي ايه يقول لك ايه والله ده احنا اتشهرنا مثلا بالاغنية الكذا بالموال الكذا الناس بتبقى طالبة حاجات معينة منك يعني احنا غنينا طالبها الناس وحافظاها يعني انا خدت من الوقت انت بتغنينا عن العاصمة الادارية فده أيوة. جديد أيوة. ده ما اقدرش اقول عليه تراث لا مش تراث لكن انا استخدمت فيه الموسيقى بتاعتي بتاعت الصعيد الله يفتح على حضرتك الالات بتاعتي الله يفتح الله طيب. يعني انا عامل اغاني جديده وكل حاجه وعامل لها يعني عامل له اغنيه اسمها يا عم يا زمار تلحين هاني فاروق ايوه كلمات ملاك عادل حلو وضع كويس طبعا لسه اسجلها وتتظبط ان شاء الله ونعمل عليها بروف اكتر بس من صعيدي برضو اهم حاجه صعيدي ما هو اللي هيخلي الصعيدي صعيدي اللكنه بتاعتنا في الغنى اللكنه والالات بتاعتك والالات بتاعتي لكن اي اغنيه لو احنا قلناها هتشوفها انت بالشكل الصعيدي يعني ممكن نغني النجاة بس بشغلنا وعملتها قبل كده؟ ايوه انا غنوها عادي والله يعني غنيت نجاة صعيدي على رؤية محمد البنجاوي؟ اه بآلاتنا ونظامنا ونجاة يعني ينفع نعملها النهارده ولا؟ ينفع اللي انت محتاجه خدت نفسك وريحت؟ الحمد لله طب يلا بينا يلا بينا طال حبيتك
يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال، وبحبك يا حبيبي مهما طال المطار. الله الله الله، ولا كان في تصوري او في خيالي انها تتظبط الظبطه دي. الحمد لله. ظبطتها ازاي؟ والله احنا يعني لما بتبقى اغنيه مثلا ماشيه مع اللون بتاعنا كلحن يعني، وماشيه مع الالات بتاعتنا بنغنيها يعني. عملت بقى كده في اغاني كتير ولا ايه؟ عملت زي لا مش هقومك دلوقتي، لا لا ناخد نفسنا وهنقعد كله. مثلا زي عنابي. عنابي كريم محمود. ايوه كده. مثلا يا صباح الخير يا اهل البندر. يا صباح الخير يا اهل البندر. حلو. الله يرحمها يا رب. يعني زي كده يعني. طب ما ده برضو نصاحه. الصعايده ناصحين برضو، مش زي ما الناس متصوره. لا هم مفتحين. ده سوهاج بالذات بلد المليونيرات. الله. طيب هنا بقى هرجع على مسألة المزج ما بين التراث والجديد. ما بتخافش انه يجي يقول لك والله ده الريس محمد هيبوظ الحاجات التراثية اللي تعودنا عليها، احنا تعودنا على كذا، الالات بتاعتنا هي 1 2 3 4 20، ما ينفعش ادخل اورج كهرباء، جيتار مش عارف عامل ازاي، كلام من ده. اللي انا عارفه بيقول كده ما بروحلوش بالالات الكهرباء، بروح له باللي هو تعود عليه، اللي هو واخد عليه، اللي هو واخد عليه في اوردر صعيدي. خلاص انا عارف حتى الاغاني، عارفه هيطلب ايه وانا رايح، عارف ايه اللي هيريحه كويس خالص يعني. بس انت كده تعتبر اول حد يدخل الات جديده على الالات الصعيدي بتاعتنا. هو فعلا على حسب علمي يعني، لو في حد قبل كده. لا هو ممكن اللون الصعيدي يتعامل هنا في القاهره، بس هو ما يبقاش مش بابه. يعني يعمل اللون الصعيدي كزي فرق الاستعراض. ها لكن اللون الصعيدي بتاعنا احنا صعيدي صعيدي يعني. الجدود والوالد سافروا مهرجان موسكو سنة 57 كان مع نعيم عاكف، ويعني الباب ده بتاعنا. صح بتاعنا يعني، من وكله ده موجود معانا. والباب ده انا بدرسه في الجامعة الامريكية، ومعي شهادة تقدير من الجامعة الامريكية. عظيم. الفن الشعبي. عظيم. مع محاضرات مع الدكتور صلاح الراوي. آه. والحمد لله يعني. فده موضوعنا احنا. لما انا ادخل في الات ده بتاعي، لكن في لون الصعيدي بشوفه انا هو كالفاظه والتكنيك بتاعه من الصعيدي، ده هو لبس الدلبيه والعمه عشان يبقى الديكور صعيدي من بره. من بره. لكن صعيدي صعيدي لا. لا طب ماشي. طب قول موال، ما يقولش موال، واللي هو عايز الديكور الصعيدي. فانا علشان اسيب ارضيه زي دي كويسه جدا، وده لون بابنا احنا. فانا حبيت ادخل الالات دي علشان انا اراضي كل السامعين وكل الجمهور اراضيه. الصعيد الحقيقه مليان الوان موسيقيه وفنيه كتير. أيوه. يعني مثلا الكف، فالكف في الصعيد كتير، ما هوش كف واحد يعني. الكف مش حاجة واحدة بس في كل الصعيد ده، هتلاقي كل محافظة وليها الكف بتاعها وطريقته. هو الكف ده لون تبع الأقصر وأسوان أصلا. ما هو في سوهاج لا ما فيش كف خالص. لا سوهاج اللون بتاعنا احنا ده. ها. تروح مثلا أسيوط الإنشاد. إنشاد في أسيوط على طول. طبعا كل زي محافظة الإسماعيلية السمسمية هي والسويس، كل محافظة تتشهر بلون. مثلا جنة هي الربابة والسيرة الهلالية.
يعني كل محافظه معروفه دي لونها في الحته دي. اصلا ليه كنت اقول لك على الكف؟ لان لقيت الكف انتشر فعلا في محافظات كتير، لان هو قايم على فكره الارتجال. بس كمان انا عارف انه حتى الغنى بتاعنا في الصعيد وتقول الموال هو ممكن ارتجل في نص الموال، صح؟ اي وساعات بتحصل لك بقى لو انت موجود، مش هسيبك بقى من البرامج، سهل انك انت فجاه زي ما عملت لي كده سلام مخصوص وبسطتني وفرحتني وشرفتني بيه، لكن ممكن تبقى مثلا موجود في حفله، في فرح، في حفله كبيره، في مكان، وتلاقي نفسك عاوز ترتجل وترتجل على طول، ولا بتحضرها على يعني؟ لا ما بتحضرهاش. ليه؟ وتبقى فضل من ربنا. ممكن واحد يعني واحد تقول له الصبح ارتجال، واحد يقف قدامك حتى الاغنيه اللي انت حافظها ما تحفظهاش، تسيبها وتخش بقى انت، دي من ربنا. بيحصل انك انت مثلا في موال الواحد انا عامله، اسمع كلام زين جاي له محمد الرئيس، الجول ده كاري وكل كلام له رئيس، موالي معروف من بين الفنون رئيس، علمنا ابويا الكلام شعبي وبنجاوي، وانا جاي من بلاد الصعيد لكن الاصل بنجاوي، انا ابويا رئيس لكن الشهرة بنجاوي، للفن غاوي واسمي محمد الرئيس. الله، ده تعريف البلد وتعريف ان الوالد الرئيس عبد العال في الموضوع هو اللي علمني. لاي حد مثلا مش عارف او ما عندوش فكره عننا، فده تعريف معرفك بيه على هيئه موال. بستخدم الموال بتاع التعريف ده في اول الحفله دايما؟ لا مش بالضروره. لا مش بالضروره طبعا. تستخدمه امتى؟ لا استخدمه مثلا في نص الحفله، الحفله مستدعي ان انا اقوله، لكن ان انا بدات مثلا الحفله بموال تعريف بنفسه وده فرح، لا هو انا لا العريس الاول وهيص الدنيا وده في نص الحفله مثلا، ده اللي على العريس. لكن لو انا قلت كده يبقى الفرح ده معمول عشان انا مش عشان العريس. يا سيدي وماله، خلي الفرح فرحين، ما يقولش لا. بس ادي الفكره يعني. ايه اللي اتعلمته من الوالد؟ اكتر حاجه حاططها حلقه في ودانك ما تسيبهاش. بالنسبه للوالد كشغله يعني، هو التكنيك بتاع يعني في حاجات انت تبقى فاهمها بس ما تعرفش تشرحها. التكنيك بتاعه في الجول هو كان ليه شكل تاني. اختار الكلمات مش اي كلام يقوله. وكان هو في الصعيد في صهاد تقول الرئيس عبد العال البنداوي وبقى اللي تجيبه ناس معينه. يعني هو كان عمل حفلات قدام الرئيس السادات في صهاج عندنا، ايوه، والوزراء، وما يعني ما كان اسمه معروف يعني. فهو كان تكنيكه الموال والكلام يختاره كويس. رئيس البنجاوي راح للاتحاد السوفيتي في عزه، الله يفتح عليه رئيس يعني. فكان هو ليه تكنيك في الموال ويختار الكلمات، تختار الكلمات اللي هي ما تعملش مشاكل معنا في الصعيد، دي اهم حاجه كان يعملها هو. كانت تبقى في عائلات في الفرح ممكن يكون في مشاكل بينهم وبين بعض. فلازم انت تختار الكلمه عشان ممكن يحصل مشكله. لازم تبقى القعده هاديه. يعني كان في موال هو دايما بيقوله اخره الموال يقول لك ايه؟ تنفيذ غرضك على خصمك وموت بعدين. طب هل لو في حد مع مشكله ينفع اقول؟ ما ينفعش، انا كده هقوم الدنيا. هو غيره. انا خاطر ازور النبي واشاهد الحرمين. حلو. من كان هو حياته ان هو يهدي السر بين الناس، انه ما يشعلش، ممكن يقول يا رب تصفي قلوبنا ونحب بعضينا وندمع الخير ونعز بعضينا، احسن عباده محبتنا في بعضينا. الله. كان دايما يسعي للموضوع ده. ده اللي انا اتعلمته منه يعني. طب ممكن يعني كرامه للوالد بقى نسمع حاجه من الحاجات بتاعته بصوت ابنه الرئيس محمد؟ ممكن. استاذنك. ماشي. اروح لمين اشتكي ولا اعاتب مين؟ اروح لمين اشتكي ولا اعاتب مين؟ من قلة البخت مش عارف اعاتب مين،
عملت طيب وكان أملي يكون طيب. عملت طيب وكان أملي يكون طيب، لكن جميلي حدا الميلين ما بنوش، لكن جميلي حدا الميلين ما بنوش. واللي مشيتهم ما شفتش منهم طيب، مكروا جميلي وساعة الجد ما بنوش. أنا قلت للقلب توبة ما روحش نواحيه، مادام نصيبي كده يبقى ما تتعبنيش. وقلت للعين تبطل نوح نواحيهم، مادام ظروفي معاكسة والزمان مايل، مادام ظروفي معاكسة والزمان مايل، حمل المشيئة على كتف اليمين مايل. من عشرة اللي أتاري فرعهم مايل، نسيوا الجمايل واحد كلم وعاتب مين. أهو أهو جرحي فين هلقى دواء. جرحي فين هلقى دواء. جرحي فين هلقى دواء. جرحي فين هلقى دواء. من العمر اللي ضاع في النفاق وفي الخداع، من العمر اللي ضاع في النفاق وفي الخداع، كسروا البع والدلاع، كسروا البع والدلاع، والحنين زاد أساء. جرحي فين هلقى دواء. من العمر اللي عدى في الخصام من ده ومن ده، من العمر اللي عدى في الخصام من ده ومن ده، والأذى من ده ومن ده، والأذى من ده يا سمر.
لغيته قوام ولا غاني واجي في ضحك قدامي ولغيته قوام ولا غاني وتركني وراح ولا داني وتركني وراح ولا داني مش قادر أبد أهياني خليك مع الله ومع الناس حسن سؤالك خليك مع الله ومع الناس حسن سؤالك وعمل في قلبك دواء دواء تنفع عيالك ما تقوليش ما تعدليش ما تقوليش ما تعدليش ده انت صحيح دمك شربات بحبك بحبك ما تقوليش ما تعدليش ما تقوليش ما تعدليش ده انت صحيح دمك شربات بحبك بحبك ما تقوليش ما تعدليش ما تقوليش ما تعدليش دمك صحيح دمك شربات بحبك بحبك ما تقوليش ما تعدليش ما تقوليش ما تعدليش ده انت صحيح دمك شربات بحبك بحبك قلبي خلاص اشعلك بيك بحبك بحبك قلبي خلاص اشعلك بيك بحبك ازي حضراتكم يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين مره تانية خلوني بقى اجدد الترحيب مره تانية بضيفنا العزيز والمجموعه الرائعه اللي موجوده معانا الرئيس محمد البنجاوي والرجال بالمناسبه احنا عايزين نتعرف على اسماء الرجاله واحد واحد عرفنا يا باشا هنبدا من اليمين نبدا من اليمين اهو الرئيس حسنين الرئيس حسنين منور يا رئيس الرئيس يوسف الرئيس يوسف يوسف عشة الاسامي يا يوسف الرئيس صابر الرئيس مساء الجمال الرئيس صابر الرئيس عصام الرئيس عصام والرئيس محمد والرئيس محمد انا مش هشوف معانا عندي بقى عشان نبقى مستخبي جوه شاور لنا يا رئيس محمد ايوه ايوه والرئيس عبد الرحيم والرئيس عبد الرحيم والرئيس حماده والرئيس حماده والرئيس ابراهيم والرئيس ابراهيم والرئيس احمد والرئيس احمد اهو ناحيتي انا كده اشوفك يا رئيس احمد منورين يا جماعه والله العظيم تعبينكم دايما كده ومسهرينكم والله ده احنا لنا الشرف يعني لا لا ده انا اللي اتشرف سؤال بقى هل اي حد ينفع يغني صعيدي وتراث بما انه من الصعيد يعني ولا هي زي ما يقولوا كده الشغلانه ليها ناسها هو في يعني في حاجه مش الغنى بس ربنا بيحط الموهبه في حد في شغلانه حتى صح. في الاعلام طبعا في اعلامي زي حضرتك كده بسم الله ما شاء الله الله يحفظك الله يحفظك وفي زي كده في كل شغلانه ليها ناسها ليها الباب بتاعها ما كانش ربنا حط الموهبه والتكنيك بتاع الشغلانه مش هينفع لازم يكون موهبه ربنا موجوده بعد كده مع العلم والخبره بتضيف مع الموهبه ومع الخبره بيبقى حاجه كويسه
وصيته يسمع. لكن لو هو عايز يشتغل الشغلانة وما فيش الموهبة بتاعت ربنا ممكن يشتغل ويأكل عيش بس ما يستناش، يعني تبقى ماشية تمشي بس ما ينتظرش الأضواء وال... لا مش هنلمع، لا بأمر الله يعني، هو بس بأمر الله يعني. بس احنا بنحكم في الأسباب، صح كله بأمر الله. بس ايه الأسباب؟ أسباب الشغلانة واحد اتنين تلاتة مثلا. ما عندكش، وإذا لمع وما عندوش أسباب الشغلانة دي بتاعت ربنا دي لا اعتراض، دي حاجة تانية. لكن لازم يكون في الناس بتعمل الأسباب الصحيحة فيها الموهبة وفيها أصول الشغلانة، فيها أصول الشغلانة. بس رقم واحد في الحكاية بتاعت ربنا طبعا ما فيش خلاف الموهبة، وبعد كده طول ما الموهبة موجودة يقدر يشكل فيها زي ما هو عايز مع الخبرة يعني. حلو. هنا أفكر يمكن معاك أسألك بصوت عالي زي ما يتقال كده، غير الوالد مما لا شك فيه تمام، تحب مين تاني؟ يعني مين اللي تحب تسمع له؟ كان هو بالنسبة في اللون ده بالظبط كان الرئيس حفني أحمد طبعا حسن. ده بسم الله ما شاء الله يعني أحب أسمعه كويس طبعا. وطبعا معروف الفنان محمد طه دي حدا معروف، يا سلام. واللي هو خضر محمد خضر ده كله اللون دول دول وابو دراع دول اللي هم العظماء. وانت كراجل شغال في المهنة لازم تسمع كله لازم تستفاد من حتى لو مش من هنا حتى لو من مش هنا. لوني يعني كل سمتهم لك دول مش لوننا احنا اللي هي المزمار والارغول والالات دي هم ليهم لون تاني خاص بيهم لكن انا لازم اسمع كل حاجه، اي حاجه حلوه لازم اسمعها. تسمع علشان تتبسط ولا بتسمع علشان تعرف ولا بتسمع ممكن تروح واخد حاجه؟ لا ما لو انا ما اتبسطتش عمري ما اتطرق له واسمع له يعني. انا رايح له ليه؟ علشان حلو كويس وكويس خالص. ولو ده وانا هسمعه ده حاجه ده ممكن اخد منه حاجه فعلا، ويبقى انك انت تاخد من حد زي كده دي حاجه كويسه في حقك يعني. لكن لو واحد مش انت ما بتحبوش عمرك ما هتروح له ولا تسمعه عشان تاخد منه حاجه. الفن بتاعنا ده زي ما هو ولا بيتطور او بيحصل فيه تغييرات؟ هو زي ما هو بس لازم يتعاد توزيع يتعاد التوزيع بتاعه. ليه؟ علشان لو في حاجات ما اتعادش توزيعها واتطورت مع الوقت بتنتهي. ما تبقاش متواكبه بقى مع الاجيال الجديده مع العصور الجديده. خلاص 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 اتركنت. لكن انت لازم برضو بلونك عشان توصل رساله كويس وتوصلها لكل الاجيال وللشباب لازم انك انت تعيد التوزيع توزيع الشغل. يعني هي الاغنيه ممكن اعيد توزيعها انا برتم الحالي الريتم الايقاع والكلام ده تمشي مع الوضع. عملت كده في بعض الحاجات؟ ايوه عملت وشغال. يعني انا حاليا كل تركيزي ان انا بعمل توزيع لكل الاغاني التراثيه، كل التراث كل التراث بتاعنا بتوزعه من اول وجديد، بعمل له توزيع من اول وجديد. وشغال حاليا مع استاذ اشرف البرنس بوزع في اغنيه تراثيه برضو. لازم ان انا يعني ممكن اجيب كلمات جديده وكل حاجه بس انا مش يعني الحاجات دي ليها معنى عايز المحها واظبطها واروجها بحيث اقدر اقدمها كويس. يعني خساره تندثر يعني خساره تندثر. وبعدين انا في رايي صححني انت ادرى انه الكلام نفسه هو بيبقى يا حكمه كبيره جدا على بعضها يا اما حكم قاعده بتترص جنب بعض، حكمه بتجيب الثانيه بتجيب الثالثه. فمش عاوز اضيع ده. الله يفتح على حضرتك. اللي هو هنا بيقول ايه؟ فن يقدم رساله. صح هو ده. ما هوش كلام موزون. لا لا, لا 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 مش 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 انا اجيب مثلا اغنيه على اهم حاجه على الوزن واجلب. لا لازم كله من اوله من بدايته لنهايته. يعني انا لما اقول مثلا اروح للمول لسه جاي له اروح لمين اشتكي ولا اعاتب مين؟ واحد بيشكي زعلان من قلة البخت مش عارف أعاتب مين. عملت طيب هو قدم الكويسة، عملت طيب وكان أملي يكون طيب لكن زمايلي حدا المايلين ما بنوش. لكن الجمايل اللي أنا عملتها مع الناس ما بنتش. واحد بيتكلم على حاله رحت راح قال ايه؟ أنا قلت للقلب توبة ما روحش نواحيهم، ما دام نصيبي كده يبقى ما تتعبنيش. واخد بالك من واحد بيحكي على حال واحد كان كويس وعمل طيب مع الناس وما لقيش الكلام ده. فتلاقي الكلمات لها معنى وكلمات محترمه. لكن دلوقتي اقدر اقول كلام يا كلام بيبقى
ممكن عايز يوصل نفس الرسالة دي بس في ألفاظ ما تنفعش معانا كمجتمعنا المصري. لا وبعدين أنا لاحظ برضو أن الكلام بتاعنا في الصعيد هو دايما تلاقي كلام فيه عزة نفس، يعني أنا ما تكسرش، غلطان أبقى غلطان بس ما تكسرش، دي حاجة تانية. أي. ففي طول الوقت عزة نفس كده. مظبوط، بتبقى أنك أنت بتوصل رسالة بالنسبة للشاعر الصعيدي اللي كاتب بيوصل رسالة، ما هو الشاعر نفسه ما هو صعيدي، ما هو صعيدي وعنده عزة النفس، صح، فعمره ما هيطلعش من الدائرة دي، هيجسد المشكلة اللي حصلت في الصعيد فعلا عشان هو صعيدي. لكن لو واحد مش صعيدي وكتب الكلمات دي لازم تجع منه حدات. تعرف انه حتى المزيكا بتاعت الصعيد تحس ان فيها قوة كده، يعني الدفوف مع المزامير اللي شغالة هي مش مزيكا عادية، يعني ما هياش نوعمي زي ما يتقال، هي جامدة شديدة قوية، عشان هي الآلات اللي موجودة معانا آلات حادة. آه. كآلة المزمار. آه. آلة حادة. لكن لو أنا شغلت الكولة والكمان والقانون وكله ده وعلى إيقاع ورق والدنيا. آه. ودندنة. آه. لا احنا نظمنا الآلات المزمار هتلاقيها حادة شوية في الجول، حتى بالنسبة كشغل أنا اللي بيغني على آلات المزمار. بالنسبة للآلات التانية تنزل التون على راحة الفنان، يعني انت راحتك فين؟ بيدوله السكة ينزلوا التون الآلات على راحته، لكن هم ثابتين، لازم انا اللي اروح لهم، حتى لو انا تعبان لازم برضه اروح لهم على الطبقة بتاعتهم. لكن اي آلات تانية بتنزل التون وتظبط التون على راحة اللي بيغني. دي لا ما عندناش احنا، انت لازم اي واحد فنان شعبي تلاقي صوته دهور شوية. ما شاء الله، صح، يعني اي واحد في العظماء وفي اللي شغالين في الفن الشعبي لازم يكون صوته دهور. اي واحد شغال الالات دي لو يشتغل هنا ممكن امكانياته ما تجيبش على القصه، ما يقدرش، فهو عايز التون ينزله له براحته ويشوف ايه اللي مريحه وهو الفرقه تروح له، لكن ما عندناش احنا. لا صعيدة قويله، انت هزار ولا ايه؟ طب تسمعنا ايه؟ اختار اللي انت حاجه. اسمعك اغنيه يعني يا حلو يا اللي ما فيش منك. والله ده اللي حلو ما فيش منك، بتشرح حاجه كويسه يعني لحد عزيز عليه. يا ريت، يلا بينا. ماشي. يا حلو يا اللي ما فيش منك ماليش غنى ابدا عنك، يا حلو يا اللي مفيش منك وماليش غنى ابدا عنك وماليش غنى اغلط وقلقك تسامحني
سامحني أقدم ودايما تصالحني تعاكل ودايما تنصحني وماليش هنا وماليش هنا أبدا عنك يا حلو ياللي مفيش منك وماليش هنا أبدا عنك وماليش هنا وماليش غنى ابدا عنك اغلق وقلبك تسامحني تقطط ودايما تصالحني اغلق وقلبك تسامحني اغضب ودايما تصالحني تعاكل ودايما تنصحني وماليش غنى وماليش هنا أبدا عنك يا حلو يا ماليش منك وماليش هنا أبدا عنك وماليش هنا وماليش هنا أبدا عنك تنتع وجودك ويايا نسان عذابي وشكايا وجودك ويايا نسان عذابي وشكايا انت طبيبي ودوايا وماليش غنى وماليش غنى ابدا عنك يا حلو ياللي مفيش منك وماليش غنى ابدا عنك وماليش وماليش هنا أبدا عنك أغلق وقلبك تسامحني وأغضب ودايما تصالحني أغلق وقلبك تسامحني وأغضب ودايما تصالحني عاجل ودايما تنصحني وماليش هنا وماليش غنى ابدا عنك يا مفيش منك وماليش غنى ابدا عنك وماليش غنى وماليش غنى ابدا عنك ده يا حرام عليك غيرك حبي ده انت حياة روحي وقلبي يا حرام غيرك حبي ده انت حياة روحي وقلبي عايزك تكون دايما جنبي وماليش غنى وماليش غنى ابدا عنك شفتك ورأيتك في القطح دسك يا هويتي أنا لما شفتك ورأيتك في القطح دسك يا هويتك وبتملي في المالناس كان عقلي شت خلاص عقلي شك خلاص لك وردتين والخان يا حليوة يا لابسة الشال الله 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 أحسنتم اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا قول لي عملت بقى جولات خارجيه بره مصر ولا لسه لا والله حاليا لسه في الخطه طبعا بس يعني انا اللي هاممني دلوقتي اكتر ان انا
اظبط المزيكا على التراث بتاعنا. عايز تظبط يعني؟ انت قلت لي انا بشتغل دلوقتي على اعاده توزيع كل التراث. اي ايه اللي بتفكر فيه من وراء اعاده التوزيع؟ عاوز توصل بيها لحد فين؟ اوصل ان انا يعني مثلا زي بالنسبه احنا شغلنا في القاهره كويس جدا حلو، بس دايما يكون مثلا اللي هم الصعايده اللي قاعدين في القاهره اللي هم الصعايده في اسكندريه فدول اللي هم مخلين شغلنا احنا اكتر في القاهره واسكندريه في العاصمه يعني. انا عايز زي اللي فاهمني الصعيد كويس، عايز برضو اللي هو مش من الصعيد يفهم برضو فننا كويس. فانا عايز ادخلهم الباب بتاعه برضو في حدود كلماتنا الكويسة وكله كويس ومن غير ما بقى أثرت على اللون. أيوة أنا ممكن اللي هي التوزيع يتعاد والريتم يتعاد طريقة الإيقاع. طب لو إحنا غيرنا طريقة الإيقاع دي ما تأثرش على اللون بتاعنا؟ لا ما تاخدنيش في إيقاع تاني؟ لا ما تاخدنيش، طول ما أنا محافظ على عظم الأغنية اللحن والكلمات دول أهم حاجة. بس برضو الريتم يعني لا ما ده يعني نفس القصه يعني رتمي معايا نفس القصه، بس بدل ما تعمله الطبله الصغيره دي هيعمله الدرامز. كده بدات افهمك مع القصه كلها. فهو هو لغته اساسا الدرامز والجيتار والاورج، ده اللي هو اللي هنا ودنه معتاد عليه. حلو، فانا هدخله من طريقه بس هطبق شغلنا. فدي اكتر حاجه شغلك دلوقتي؟ اكتر حاجه حاليا. طيب هستأذنك هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل كلامنا، لأن أنا بيني وبينك مشغول بقصة إنك تكمل المسيرة وتسافر. يعني نفسي أشوفك بقى في حفلة مثلا في الصين، وحفلة في روسيا، وحفلة في أمريكا، وحفلة في فرنسا، وحفلة في إحنا عاوزين نغزو العالم إن شاء الله. والله بتكلم بجد إن شاء الله. هنروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. فرحتي انا جالي جواب وشفت فيه اسعد خبر، يا فرحتي انا جالي جواب وشفت فيه اسعد خبر، وحبيبي من بعد الغياب بكره هيرجع من السفر. يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي انا جاني دوام وشفت فيه اسعد خبر، وحبيبي من بعد الغياب بكره هيرجع من السفر. يا فرحتي يا فرحتي خلاص يا شو محبوبي جاي من بكرة بس حودعك، ما خلاص يا شو محبوبي جاي من بكرة بس حودعك، مادام حبيبي حيبقى معي ما فيش بعد هيردعك، ونهني جنبي بعد العذاب ونهني جنبي بعد العذاب، نسهر سوا طيب القمر. يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي كان جواب وشفت فيها سعد خبر، وحبيبي من بعد الغياب بكرة حيرجع من السفر. يا فرحتي يا فرحتي هبلي بإيديا الشربات واسقي اللي يديها النونة، هبلي بإيديا الشربات واسقي اللي يديها النونة، وكل من سمع سلامات حنشكر اللي حيونا، جمع الحبايب والأحباب
دمع الحبايب والأحباب مدام أعز الناس حضر يا فرحتي يا فرحتي يا حلو يا زين يا صعيدي اسمك كتبته على ايدي هيا حلو يا زين يا صعيدي اسمك كتبته على ايدي هيا حلو يا زين يا صعيدي هيا حلو يا زين يا صعيدي اسمك كتبته على ايدي هيا حلو يا زين يا صعيدي هيا حلو يا زين يا صعيدي اسمك كتبته على ايدي يا ريت الحب دي كان بيدي هيا حلو يا زين يا صعيد يا حلو يا زين يا صعيد اسمك كتبته على ايدي هيا حلو يا زين يا صعيد وقفت شويه يا نسع المي شافت جمالها باين في البي وضفت شويه يا نسع المي شافت جمالها باين في البي انا قلت يا حلوه تعالي شوي قالت لي خدني وعالبر يا حلو يا زين يا صعيد اسمك كتبته على ايدي هيا حلو يا زين يا صعيد وضفت شويه يا نسع المي شافت جمالها باين في الضي انا قلت يا حلوه تعالي شوي قالت لي خدني وعالبن يا حلو يا زين يا صعيد اسمك كتبته على ايدي يا حلو يا زين يا صعيد ولما دخت عليها كتير شفتها عجلتي كالحيطي انا لما دخت عليها كتير شفتها عجلتي كالحيطي ولابسه موضه وشعر طويل فستان مخلع ومقصه فلاحة وعايزة تيجي البندر تلبس محارير وتتغندر تخرج تتفسح في البندر فلاحة وعايزة تيجي البندر إلى ذكر وزمننا زمن الملوك
فيش حد له فضل على حد نعمة ربي كتيرة للحاجات اللي انا سمعتها في حياتي. احسنت 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 تعبيبك احنا معانا. لا تحت امرك. نقعد ندردش شويه. لا تاخد نفس او تشرب كوبايه ميه. شوف شويه ميه بالريقه يا راجل. بقى انا كنت بقى بقول لك انا مشغول اصلي بقصه حكايه الحفلات اللي بتتعمل بره دي، وخصوصا لما ابقى شايف انه ده احنا عندنا مزيكا ما حصلتش وفنان عارف هو بيعمل ايه وبيطور فيها وبيحافظ على في نفس الوقت اللون التراث، يعني خساره. والجماعه الاجانب فعلا بيحبوا اللون ده قوي، يعني يحبوا لوننا احنا خالص بصراحه. يعني التجربه بتقول كده. ايوه طبعا. بس احنا برضو يعني في حاجه مهمه، يعني احنا مثلا عايزين شويه اهتمام شويه. قول لي ايه اللي بتفكر فيه؟ بفكر ان يعني انا عايز اهتمام من الدوله شويه على اللون ده. عايز الدوله تعمل ايه؟ انا بفكر بصوت عالي يعني. تمام. انا عايز الدوله يعني تساعدنا عشان احنا نستمر يعني. انت عارف الدنيا رايحه فين في بالنسبه للفنون؟ ممكن انا عشان الشغل يبقى اكتر اغير الموضوع ده خالص. انا مش عايز كده. فانا عايز الدوله تساعدني اكتر، اعمل حفلات اكتر، احضر في مسارح كبيره اكتر الى اخره. بالزبط. والله في جولات بتتعمل بره مصر، يلا بينا يعني. بالزبط. وكله يبقى تحت رعايه الدوله. بالظبط. وتمام. وده اللي طالبينه، يعني انه يبقى في رعايه يعني. والله انا اتمنى يعني انا اضم صوتي لصوتك ان ده يحصل، واعتقد ان ده برضه ممكن يبقى موجود في الحسابات زي ما بيتقال. يا ريت والله يا ريت. يعني في حاجات كتير، مثلا في تعقيب بسيط يعني. بالنسبه للحفلات اللي بتتعمل بتبقى مثلا دي اساسها في الصعيد. ليه ما يمثلش الحفله دي حد من المحافظه؟ ماشي. يبقى يجي واحد من القاهره يمثل. ما هي الصعيد هو اللون ده. والمحافظه هي اللون ده. يعني يجي حد من القاهره، اولا على عيننا وعلى راسنا ينور. لا على راسنا من فوق. انا بقول لك ينورنا يعني وسهلا. بتبقى لكل الموضوع حتى الديكور ديكور صعيدي. ليه في الحته دي ما كملها؟ ماشي فكره برضه. بس يعني طيب معقول كلام معقول. ده الفكره. كلام معقول، كلام معقول جدا. طيب يمكن برضه انا قاعد عمال بفكر كده، قاعد عمال بتفرج على الغنى وحاجات زي كده. هو ممكن مش بقى بس الرئيس محمد اللي يرتجل، ممكن حد من اخواننا العازفين بقى يرتجل هو على الاله بتاعته، يعني عارف كده ايه، فجاه يلاقي نفسه بيتجلى كده. أيوة. وعاوز يكمل. اي ممكن يعمل سولو ممتاز خالص. اي اله فيهم تعمل يعني، خلي يعملوا سولو حلو جميل. وانت عادي تقدر تستقبل ده وتلحق معاه يعني، تديله فرصته، تديله المساحه. ما احنا شغلنا كله يعني بالنظره، اللي احنا مش نوته يعني. ارتجال وفهمه يعني. لما صح هي ما هياش نوته. لا هي بالعينين. فهمه بيعمل ايه يعني. ممكن ادخل من اغنيه لاغنيه وهو معاك، ويا حد ما يشعرش بيها، علشان هو يعني مع داخل في القصه ومن الموضوع يعني. اهم حد يكون هو ايه من الموضوع يعني. يا اخي الصعيد ده غني جدا. والله غني. مليان حاجات حلوه خالص قوي. والله قوي والله. في كل المجالات. لا هو في كل حاجه. أيوة. يعني في الفن اقعد بقى اتكلم من هنا لحد سنين جايه. أيوة. حتى الناس ما تعرفش شكل الريف في الصعيد عامل ازاي. اما يشوفوا شجل الخضره على النيل، ويمكن في البعيد تلاقي شويه رمله الصفراء. بالظبط. التناغم ده مع السماء. أيوة. ده ريف ساحر. حصل ساحر. هتلاقي شكل الجبل في الخضره، بعد كده الميه النيل. لا هو منظر. أيوة.
ساحر ساحر. ايوه حصل. وبالتالي علشان كده لازم هتشوف فن برضو مختلف، لانه فن جاي من الصوره الجماليه دي، جاي من البيئه دي طبعا والنشاه دي. بالظبط، بتبقى حاجه حلوه، وبعد كده معتمدين على الطبيعه حتى في الالات. اه طبعا، ما كل الالات دي مواد معموله من الطبيعه بتاعتنا في الصعيد. يعني المزمار من خشب المشمش، الارغول من اللي هو الغاب اللي بيطلع على شط النيل ده. فكل حاجه هم يعني اتصرفوا يعني، حبوا يكيفوا نفسهم. الطبله بتبقى جلد والايقاع، بس مع الوقت هو جلد واللي هو طبعا الفخار. الجديد دلوقتي بلاستيك. ايه الجديد بقى دلوقتي؟ بلاستيك خلاص. ما هو دي لازم، لسه بنستخدم الجلد؟ لا لا، هو بلاستيك ليه؟ ما الجلد ما ينفعش معايا يعني. انت مثلا في برنامج زي كده لازم كل شويه اسخنها. الوضع اجبرك انك لازم تبقى الموضوع بلاستيك يعني. بس معايا الاثنين الكبار دول جلد. الكبار دول جلد؟ اي ما باينه اهي بالعين. مش لا لا لا، جلد جلد يعني. بتسخنهم برضو عشان تتشد كده؟ ايوه لا، يهمني ان يبقى وضعهم يبقى دول مش مشدودين، عشان يدوني الدم الدافي، يدي براح في ال ايوه لطعمه. طيب معين. احنا الوقت للاسف جري حبتين، مش عارف ليه، بس هو كده يعني. لما بيبقى القعده حلوه والناس جميله وحلوه وزي الفل والمزيكا ما حصلتش، فالوقت يجري. انا هستاذنك على مزاجك، اختار حاجه تبقى دي خير الختام ومسك الختام. تمام، على خيرة الله. أنا أشكركم. أنا يا جماعة هسيبكم أنا مع رئيس محمد البنجاوي والناس الجميلة الرائعة اللي بشكركم ومسهرينكم، وربنا يخليكم يا رب ويعزكم ويرفع قدركم دايما. ربنا يبارك. سمعنا يا باشا. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. شمع العز يجيب النهارده احلى عيد، جيت يا شمع العز يجيب النهارده احلى عيد، كل عام يجيب سلام واحلى نفسي الجديد، جيت يا شمع العز يا شمع العز يجيب النهاردة أحلى عيد، كل عام يجيب سلام واحنا لابسين الجديد، جيب يا شمع العز. مالك ومال الهوى ياللي انت مش جد، مالك ومال الهوى ياللي انت مش جد، مالك ومال الهوى ياللي انت مش جد. وحياتك يا مصر يا بلدي يمني، يم الأهرام لفديك بروحي وبولدي، ومقامك فكل مقام عايزت في غيري بماليش غيري، عايزت في غيري بماليش غيري، وح
حياتي يا مصر يا بلدي وحياتي يا مصر يا بلدي يا علشان بكرة فيها ولادي هيعيشوا فيها أحرار يا أحرار أنا عشت في غيرك وماليش غيرك عشت في غيرك وماليش غيرك وحياتي يا مصر يا بلدي وحياتي يا مصر يا بلدي يا من أهرب أبديك بروحي وبولد ومقامك كل مقام عشت بخيرك وماليش غيرك عشت بخيرك وماليش غيرك وحياتي يا مصر يا بلدي طول عمري بتهنى بنيلي وهواكي وجنة أراضيكي جنة أراضيكي طول عمري بتهنى بنيلي وهواكي جنة أراضيكي جنة أراضيكي وبحبك يا مصر يا بلدي بحبك يا مصر يا بلدي أبويا موصين عليك موصين عليك أنا عشت في غيرك وماليش غيرك عشت في غيرك وماليش غيرك وحياتي يا مصر يا بلدي